من المنازل التي تحدث عنها العلماء السالكون إلى الله عز وجل الصالحون المعلمون من منازل العبادة منزلة التذكر. وقد ذكرنا قبل حينما تحدثنا عن الإنابة أن لها علاقة بالتذكر، فإنما ينيب إلى الله عز وجل من تذكر. ومن هنا كان لابد من بيان ما التذكر، هذه المنزلة التي تعتبر من اللوازم للمسلم السائر إلى الله سبحانه وتعالى، بل هي السير عينه. إنما السير إلى الله، وإنما عبادة الله، وإنما البحث عن رضا الله عز وجل وطلبه، إنما ذلك كله تذكر. وقد سمى الله عز وجل القرآن ذكرا، وإنه لذكر لك ولقومك، وجعل به الذكرى، هو ذكر وبه تقع الذكرى، أي بالقرآن. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إذن الذكر والتذكر أساس الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أدق الآيات في ذلك، من أدق الآيات في ذلك قول الله عز وجل: فذكر إنما أنت مذكر. والتعبير هنا دقيق في بيان المراد، وذلك باستعمال أداة الحصر إنما. فقد أمر الله عز وجل نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، أمره بالتذكير، وجعل وظيفته الأساس التذكير. إنما أنت مذكر، كأنه قال له: لا وظيفة لك ولا شغل لك ولا مهمة لك إلا أن تذكر الناس. فكأن النبوة كلها وكأن الرسالة كلها محصورة في معنى واحد هو التذكير، إنما أنت مذكر. ولذلك وجدنا عبارات الذكر والتذكير تتوارد بشكل متواتر في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. لا يزال لسانك في الحديث، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. التذكر شيء عجيب فعلا، فربما يطرق البال سؤال أو إشكال: كيف يكون التذكر والذكر هو الإسلام كله؟ لأن أحيانا نقصر معنى الذكر على ما نتلوه من ألفاظ نذكر الله بها، بينما الذكر هو أعمق من ذلك كله، وأثقل عند الله عز وجل من ذلك كله، وأوسع معنى في الدين من ذلك كله. مع العلم أن ذكر الله بالألفاظ المأثورة ونحوها ذكر أيضا، ولكن لا ينفع العبد ذكر الله بهذا الشكل إن لم يكن محققا لمقاصد الذكر في الإسلام. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مذكرا، وجعل الله عز وجل الكون كله، السماوات والأرض والنباتات والحيوانات، كل ذلك جعله الله عز وجل ذكرى، وأيام الله عز وجل ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وسنعود لبيان هذا بحول الله. إذا كان ذلك كذلك، فكيف نفهم ذكر الله عز وجل بالألفاظ؟ وكيف يستطيع العبد أن يوظف ذلك ونحوه ليحقق هذا المقام الرفيع، مقام التذكر، ويكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ لا بد لفهم هذا المعنى في سياقه من الرجوع إلى مرجع هذا كله، وله مرجع عظيم في القرآن الكريم. يعني الذكر منين جاء؟ لما تعرف المصدر دياله، المرجع دياله منين جاء، هنالك تستطيع بإذن الله أن تسير إلى الله متذكرة، وتشعر أنك تترقى في مدارج الإيمان خطوة خطوة ومنزلة منزلة، وتشعر بالتزكية فعلا روحا وريحانا تهب عليك من أنسام الجنة بإذن الله الرحمن الرحيم. هذا المعنى المرجع هو قول الله عز وجل: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. غافل، الغافل ضد الذاكر،
والغفلة ضد الذكر، فلا يكون الغافل ذاكرا ولا يكون الذاكر غافلا، والذكر ضد الغفلة كما بينت. فهذه الآية هي مرجع الذكر. وقبل أن أبين ذلك أرجع إلى لفظ الذكر أو مصطلح الذكر كما ورد في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأصل عند العرب في إطلاق هذه الكلمة، وإنما يفهم كتاب الله باللغة التي بها نزل، كما أجمع على ذلك الصحابة الكرام رضي الله عنه. لابد في الانطلاق لتدبر القرآن الكريم من فهمه على وزان كلام العرب ومخاطباتها، كما قال الإمام الشافعي أيضا في كتاب الرسالة وغيره كثير. واشتهر ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أوصى بديوان شعر العرب، قال إن فيه تفسير كتاب ربكم، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. لذلك قلت لا بد من تبين ما تفهم العرب من الذكر. الذكر عند العرب وفي معاجم اللغة ضد النسيان، ضد الغفلة، كما قلت آنفا. الذكر ضد النسيان، إنسان نسي أو ذكر، إذا ذكر يعني تذكر، وإذا نسي سقط عن باله وذهنه ما كان ينبغي أن يذكره، هذا هو الأصل. ومنه انتقل المعنى إلى جميع ما ذكر فيه هذا اللفظ في القرآن والسنة، لكن طبعا بزيادات اصطلاحية، أي بمعاني ربانية جديدة، ولكنها ترجع جميعا إلى هذا الأصل. كل معاني الذكر، سواء بغيت تقول القرآن أو إن سميت القرآن ذكرا كما سماه الله عز وجل، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. سوف تسألون عما لم تتذكروا إذ جاء الذكر، سواء سمينا القرآن ذكر أو الألفاظ التي يذكر الله بها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وسائر الألفاظ المأثورة ذكر، أو أيام الله عز وجل، يعني النوازل من أمهات المصائب التي نزلت على القوم السابقين واللاحقين كما وقع لقوم عاد وثمود وفرعون ومن جاء بعدهم وما سيقع من ذلك إلى يوم القيامة، كل ذلك ذكر، كما قال الله عز وجل وذكرهم بأيام الله. أو سميت الذكر هذا الكون كله، السماوات والنجوم والكواكب والأراضون، الحيوانات، الإنسان، كل الخلائق وأشكال الخلق وأشكال النعم، فكل ذلك إنما خلقه الله عز وجل تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، تبصرة وذكرى، فذلك ذكر. كل هذه المعاني ترجع في أصلها إلى معنى التذكر ضد النسيان. تذكر ماذا؟ تذكر العهد الأول وعدم نسيانه، لأن الله عز وجل حينما خلق آدم خلق فيه سبحانه وتعالى بما شاء وكيف شاء، خلق فيه كل أبنائه إلى يوم القيامة، وذلك في الحديث الصحيح العجيب، وقد روي بصيغ مختلفة في قول النبي عليه الصلاة والسلام لما خلق الله آدم مسح ظهره بيده سبحانه وتعالى بما شاء وكيف شاء بلا تكييف ولا تعطيل، مسح ظهره بيده فسقطت من ظهري كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة. يعني معنى الكلام أن الله عز وجل لما خلق آدم ونفخ فيه من روحه، في رواية أخرى ونفخ فيه من روحه، وفي رواية أخرى مفصلة عاطسة فقال الحمد لله، يعني لما الله عز وجل نفخ الروح في آدم عطس آدم فقال الحمد لله، فقال الله عز وجل يرحمك الله يا آدم، ومن هنا صارت سنة إلى يوم القيامة. ثم قال له الله عز وجل اذهب إلى أولئك الجلوس من الملائكة، واحد المجموعة من الملائكة كانوا جالسين قدامه، صفت الله عز وجل آدم إليهم وسلم عليهم، فقال لهم آدم السلام عليكم، فردت الملائكة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقال الله عز وجل تلك تحيتك وتحية بنيك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية عن ربه. الشاهد عندنا النص الذي ذكرت قبل، فمسح الله عز وجل ظهره بيده، فبإذن الله بدا لآدم، يعني آدم اللي يشوف ذرية ديالو من عالم الذر، عالم الذر
الذرة طبعا هي النقطة الدقيقة الصغيرة التي لا تكاد ترى بالعين. فالله عز وجل بين الآدم عليه السلام كل بنيه ذرية من الذر الذين هو خالقهم إلى يوم القيامة، ولكن بينهم له من عالم الذر في عالم الغيب. لا يدرك هذا ولا يتصور بالعقل طبعا، ولكن نسلم به إيمانا ما دام الحديث بسند صحيح لا إشكال فيه. فجعل آدم عليه السلام ينظر في ذريته، بدأ آدم يشوف فلاده ممن الله خالقهم إلى يوم القيامة، فرأى نورا بين عيني أحدهم أعجبه نوره، واحد بلو من الدرية ديالو بين عينيه واحد النور وعجبوه هذاك النور، فقال أي ربي من هذا، هذا شكون يا رب؟ قال له هذا بنوك داود عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال له هذا ولدك داود. فكان من جمال داود في عالم الغيب ما سيقع بعد في عالم الشهادة. تكلمنا على داود عليه السلام في مقام الإنابة قبله، كيف أن الله عز وجل سخر له الجبال، واذكر عبدنا داود ذا ليد إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. وفي آية أخرى يا جبال أوبي معه والطير، شيء جميل جدا فعلا. كان داود عليه السلام إذا جلس يذكر الله بكرة أو أصيلة يعني الصباح ولا بالعشية، قال بعض المفسرين الطير إن كان في الهواء وسمعت سبيحة داود كررها ذلك الطير، طير يكون في الهواء يسمع داود يسبحته ويسبح بتسبيحه. وكذلك الجبال يا جبال أوبي معه معه، فكانت تذكر الله بذكر داود يعني بالطريقة اللي يذكر داود، والطير أيضا يا جبال أوبي معه والطير. وكان ذا أيد يعني له قوة في بدنه وفي إيمانه، هو صاحب الصيام الذي مدحه النبي عليه الصلاة والسلام، خير الصيام صيام داود، الحديث صحيح يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يقوم نصف الليل، وكان مشتغلا بصناعة الدروع من الحديد والسلاح إلى غير ذلك. أتاه الله قوة ذا ليد، وكان يأكل من طعام يده كما قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام، كان رجلا ربانيا وكفر. هذا الرجل بالنور الذي أعطاه الله عز وجل تميز من بين الخلائق، فانتبه إليه آدم وهو يتجول بناظريه في ذريته التي أراه الله إياها من عالم الذر مما سيخلق سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة. فقال آدم سائلا ربه يا ربي أي ربي، كم عمره؟ شحال العمر ديال هذا الرجل من أبنائي؟ في رواية قال 60 سنة، وفي رواية قال 40 سنة، وكلا الروايتين صحيح. حينما قال ذلك استقل آدم عمر ابنه داود، تقال له جاء قليل لك 40 عام ماشي شي حاجة، وحتى 60 عام بالنسبة لآدم الذي عاش 1000 سنة كما ورد في حديث صحيح ماشي شي حاجة، فجاءت قليلة. قال له يا رب زده، قال له ذلك ما كتبت، هذا قضاء ما بقي ما نزيده. قال له آدم يا ربي زده من عمري 40 سنة، حيد له 40 سنة من عمري واعطيها لي. قال له أنت وذاك، يعني الله عز وجل يبتلي عبده آدم يختبره ابتلاء، قال له بغيت تعطيه تقلع من عمرك 40 عام وتعطيها له شغلك أنت وذاك. فقابل آدم وأضيفت من عمر آدم إلى عمر داود عليهم الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. فأدخل الجنة ثم أهبط منها، يعني آدم، وهذا حديث طويل مفصل، وهو بالمناسبة في الترمذي بسند صحيح، وعند الحاكم في المستدرك أيضا بسند صحيح. ثم أهبط الأرض حتى جاء أجله، عاش آدم ما شاء الله في الزمن 1000 سنة، ولكن إلا 40، قبل ما توفى 1000 سنة ب40 عام جاه ملك الموت، فطرق بابه، أي طرق بابه يعني بالرمز، جاك يدق عليه صافي الموت جات. فآدم تكلم مع ملك الموت قال له راك غلط باقي عندي 40. قال له ملك الموت أولم تعطي ابنك داود 40؟ قال له أبدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام معلقا على القصة العجيبة، قال
فنسي آدم ونسيت ذريته. شي كان تكلموا على التذكر دابا شان جبنا هذا الكلام. فنسي آدم ونسيت ذريته وجحد آدم وجحدت ذريته. وراثة ورثناها عن أبينا آدم. ولذلك جعل الله عز وجل ليوم الحساب جعل الكتاب باش حتى واحد ما يجحد، كل شيء كيتكتب. وجعل الشهود من الملائكة ومن الجلود والأبدان والمواقع وغير ذلك مما الله به عليم، جعل كل ذلك توثيقا وإحصاء على ابن آدم. ومن هنا أشهد الله عز وجل كل ذرية آدم من عالم الذر على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى. وهذا معنى عجيب من بين معانيه أن الله فطر الإنسان فطرة على التوحيد، أعظم شيء في الدين توحيد الله عز وجل. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. رأى التعبير هنا فيه تركيب في القرآن الكريم، فيه كلام الله عز وجل وكلام بني آدم حكاية، يعني الكلام يحكيه الله تعالى على ذرية. ألست بربكم؟ هذا كلام الله عز وجل. قالوا بلى، يحكيه الله عن ذرية آدم. شهدنا، بلى شهدنا، يعني نعم انت ربنا شهدنا أن تقولوا كلام الله عز وجل. مزيان شهدتوا وردوا البال باش ماشي غدا يوم القيامة تقولوا ما سقنا خبر لهذا الشيء. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فطبع الله عز وجل الذكرى في القلوب فطرة، وهذا هو المعنى ديال الحديث، كل مولود يولد على الفطرة، على هذا الذكرى، على هذا الطبع الذي طبع في قلوب بني آدم على توحيد الله أي على الإسلام. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يجلسانه إلى عواج مشكلة ديال التكوين الاجتماعي اللي كيوقع الإنسان فيما بعد. أما الفطرة الحقيقية الأصيلة في الإنسان فهي توحيد الله عز وجل، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. من هنا إذن تبين أن مما تفسر به توبة الإنسان التذكر والذكر، مما تفسر به إنابة الإنسان من منزلة الإنابة التذكر والذكر، مما يفسر به إسلام الكافر التذكر والذكر. وسبحان الله توقع في كثير من الحالات أن واحد يهودي أو مجوسي أو نصراني أو من لا دين له، يعني سبحان الله بعض الأحيان في كثير من الحالات كتلقاه اسلم، كتبقى تبحث معاه شنو سبب الإسلام دياله، ما كتلقاش عنده شي سبب في كثير من الحالات، شي سبب يعني مادي حقيقي، يعني شي سبب باين هو برسو ما عرف شي كيفاش وقع له حقيقة، يعني قلبوا جابوا الإسلام هكا. رغم أنه الأسباب المادية في هذا الزمان كتنفر على الإسلام، حالة المسلمين لا تشجع الناس على الإسلام، حالتهم ما هي حالة لا في دينهم أي تدينهم ولا في وضعهم الديني والدنيوي، ومع ذلك يسلم كثير من الناس. واحد سمعت بودني رجل ألماني يتحدث بعربية طليقة على سبب الإسلام ديال، يعني تصوروا إنسان غربي تربى على النصرانية بعيد عن الثقافة الإسلامية والعلوم ديال الإسلام، وجاء لهذا البلد المغرب وجلس فيه واحد المدة وتأثر بمنظر، واحد المنظر أثر فيه في قلبه، وهو أنه رأى الناس يصلون واللي أثر فيه مزيان السجود. قال عجيب المسلمين على الطريقة ديال الخضوع ديالهم لرب العالمين، فتأثر بمنظر السجود. كيف يعني؟ واش هذا خطاب خاطب له العقل دياله؟ أبدا، ما هوش خطاب عقلي، هذا لمس في قلبه فطرة هو نفسه لا يعلمها قديمة. أين هي؟ منذ أن كان في عالم الذر من ظهر آدم أو في ظهر آدم، من تم عنده الطابع قديم. فحرك ذلك المشهد اللي هو السجود، حرك ما فيه من أصول نسيها، هو نسيها، فحصل له التذكر، اتذكر بأنه مسلم فأسلم. راه العمق ديال المعنى هو هذا. ولذلك قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى الله، جاب النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة من عند الله عز وجل كيخاطب الكفار كيقول له فذكر إنما أنت مذكر، ذكرهم بداك الشيء اللي في قلوبهم، راهو ما مغشيين، خصهم يحفروا القلب ديالهم باش تطلع الحقيقة الفطرية ديالهم، ثم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فذكر إنما حصر لوظيفة محمد عليه الصلاة والسلام، فذكر إنما أنت مذكر.
فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى. الذكر، الذكر هذا الذي ذكر اسم ربي، هذا هو اللي كان نسميه احنا الذكر، لا إله إلا الله سبحان الله، يعني ماشي بألفاظ وكفى، لا، ذكر اسم ربه لفظا ولكن اسم ربه يذكره بالعهد الأول. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، العهد. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى. العهد الأول الذي يجب أن نتذكره، فالمؤمن الذي أكرمه الله بالإيمان وأكرمه بالإسلام هذا راه واحد الخير كبير وفضل كبير من الله عز وجل أن قدر أن تولد بين أبوين مسلمين، بحيث أنه واحد المجهود كبير اللي خصك تبذله في الوصول إلى الله عز وجل عندك مكتسب بسبب كونك وليدا لأبوين مسلمين. ومن بعد ما عليك إلا أن تتذكر استماعا إلى كتاب الله عز وجل. فالذكر إذن، الذكر اللي أمر به الله عز وجل وحض عليه النبي عليه الصلاة والسلام بجميع ألوانه، ذكر بالقرآن وذكر بالأذكار المأثورة وذكر بتدبر الكون وبالتفكر في الخلق وبتدبر القرآن الكريم وبكل الأشياء وبتدبر الآية وبالتفكر في أيام الله، كل أنواع التي أمرنا بتدبرها أو التفكر فيها تذكرة، كل ذلك إنما لتجدد العهد مع الله عز وجل ولتعلم وتزداد معرفة بأن الميثاق الذي بينك وبين الله هو ميثاق غليظ حقا، ميثاق العبودية المطلقة، ميثاق الخضوع لله الواحد الأحد الفرد الصمد، ميثاق العهد على السير قدما دون التفات إلى وسوسة شيطان ولا إلى اللوم لائم يلومك عن حب الله في حب الله عز وجل والرغبة فيما عنده من أنعم في الدنيا وفي الآخرة. ها هنا إذا كان المؤمن مدمنا على الذكر صباح وعشية دائما في ذكر بأشكال مختلفة ستبقى نداوة الإيمان في قلبه طرية، لا يزال لسانك رطبا، والرطوبة تحصل بالنداوة والطراوة وهي دالة على الحياة ضد الموت، فاللسان حي والقلب حي لأنك متصل بالحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، متصل به عبر العهد الذي قطعه عليك وقبلته، قالوا بلى شهدنا، وقبلته فطرة ثم قبلته شهادة إذ شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نتكلم الآن بحول الله عن مسالك الذكر والذكرى والتذكر. أول مسلك وأشرف مسلك هو القرآن الكريم، هذا لنا نحن المسلمين طبعا ولغيرنا، ولكن المسلمين طبعا من باب أولى وأحرى لأنهم آمنوا بربهم وبكتاب ربهم، فأول شيء يخدم به الإنسان ويشتغل به اشتغالا كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه الذكر، وإنه لذكر لك ولقومك إلى يوم القيامة. كتاب الله سبحانه وتعالى كلامه، وهذه العبارة ديالي كون القرآن الكريم كلام الله راه عبارة ماشي سهلة، راه من أعظم الكلمات، وأجمع العلماء العقيدة على أن القرآن كلام لله عز وجل، كلام الله. ومن صفاته سبحانه وتعالى أنه متكلم سبحانه وتعالى، متكلم بكلام، ومن كلامه القرآن، والله عز وجل كامل ذو الجلال والإكرام كامل، ولا تكون صفاته إلا صفات الكمال، وإذا كان كلامه صفة له فكلامه كامل، ومن هنا كان القرآن كاملا. وهذا شيء مهم جدا، شيء مهم وعظيم من وجوه متعددة. أولا من غرابة الأمر، الأشياء الغريبة اللي بنادم يبدأ يتأمل فيها وتجي عجب وعمره ما ينتهي العجب ديالها إلى يوم القيامة،
وذلك أن الله أتاح للناس أعطاهم فرصة أن يتكلموا بكلام الله. شيء عجيب أرى ماشي سهل شد المصحف بين يديك وأنت موقن أن هذا كلام الله ثم تتلوه أنت متكلما به. عجيب عجيب جدا، فرصة غريبة وعجيبة أن من الله علينا نحن بني آدم كي نقرأ شيئا اسمه كلام الله. أو تدرون ما كلام الله؟ لا يمكن أبدا أن يحاط بكلماته سبحانه وتعالى، وهو رب الكون، رب الكون الذي خلق كل شيء، خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى محيط بكل شيء سبحانه وتعالى، قاهر فوق عباده وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. عجيب هذا الرب العظيم الذي برأ الكون، خلق الكون كله، خلقه وقدر كل شيء يقع فيه إلى يوم القيامة، ولا يقع فيه شيء إلا بإذنه، فهو بذلك حي قيوم من القوامة، يعني الإدارة. ربي تعالى مقابل الكون ديالو، ماشي هامله سبحانه وتعالى، بل مقابله ويديره، لا يقع فيه شيء إلا بإذنه وإلا بعلمه. وهذا شيء غريب وعجيب، لأنه يتصل بقدرة الله المطلقة والتي يستحيل على العقل البشري والخيال الإنساني أن يحيط ولو ببعضها إحاطة، مستحيل، إحاطة حقيقية مستحيل، وإنما نفهم ما علمنا الله عز وجل من كتابه ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الرب العظيم يتكلم معك أنت أيها الإنسان، يتكلم معك، ومن أنت؟ ذرة، نقطة صغيرة تعيش في كوكب صغير، الأرض كلها نقطة تائهة في بحر من النجوم والكواكب من السماء الدنيا. أي تكريم هذا وأي رفعة للإنسان الضعيف الذليل أن يقدر الله عز وجل أن يكرمه ويرفعه منزلة عليا ويخاطبه بهذا القرآن. شيء عجيب جدا، وهذا مصدر نعم غزيرة للمسلمين، لأنه المسلمين بوحدهم عندهم وثيقة الوحيدة في الكون اللي يمكن نقول عليها بيقين مطلق أن هذا كلام الله. لا تستطيع أن تقول هذا لا على التوراة ولا على الإنجيل ولا على أي وثيقة يزعم أنها من عند الله ما عدا القرآن الكريم، لأن كل الكتب اللي أصولها سماوية صيغت بصياغة بشرية، ما تلقاش كلمة واحدة في التوراة ولا الإنجيل اللي هي تعبير رباني صرف، ما كيناش، لأن الذين كتبوا الأناجيل هم قوم ناس بشر من معاني ربانية من الإنجيل اللي نزل على عيسى عليه السلام. هذاك الإنجيل اللي نزل على عيسى عليه السلام مفقود، ومنذ قدم من التاريخ قديم وحواري عيسى عليه السلام أملوا الأناجيل على الناس، فنسبت الأناجيل، هذا إنجال بولس وهذا إنجال متى وهذا إنجال فلان، أناجيل مختلفة، ولم تزل البشرية من النصارى يحرفون ويغيرون حتى لم يبقى من كلام الله في ذلك شيء، باقي عبر، عبر كالآثار أو كبعض الآثار، مش حتى كالآثار، كبعض الآثار التي تروى عن الصحابة الكرام مما يقدر تقديرا بالذهن أنه مما سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام، مش حتى بحال الأحاديث المسندة الصحيحة. هذا الإنجيل اللي كاين ما يوصل درجة الأحاديث الصحيحة المسندة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما كاينش عندهم حتى السند الصحيح إلى عيسى عليه السلام فيما يقولون. أما التوراة خلاص، اليهود هذيك يصنعتهم، هي التحريف والتزوير عبر التاريخ، فبقي القرآن وحده، القرآن وحده بقي كتابا لله محفوظا في اللوح المحفوظ. يعني نستشهدوا كثير بقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر بل من أدق الآيات في ذلك، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، في لوح محفوظ، هذه من أعجب الآيات وأعظمها. اللوح، اللوح المحفوظ، لوح الغيب، مش اللوح الخشبي كما يفهم بعضهم. فكتاب الله محفوظ في اللوح الغيبي المحفوظ. وما معنى هذا؟ هذا عنده معنى عظيم جدا وغريب. اللوح المحفوظ هو مدونة الغيب مما كان
وما سيكون إلى يوم القيامة. فإذا كان ذلك كذلك فهذا مهم جدا، في أن القرآن محفوظ في الماضي ومحفوظ في الحاضر ومحفوظ في المستقبل، ما دام أنه مثبت في اللوح المحفوظ، لأن اللوح المحفوظ إثبات للماضي وللحاضر وللمستقبل. فلو فرضنا، والفرضو غير صحيح، أن الناس جميعا نسوا القرآن وفقدت نسخ المصحف، نفرضه سينبعث من جديد، سينبعث من جديد في صدر الناس، ما دام أنه في اللوح المحفوظ الذي حافظ الله به القرآن إلى الأبد غيبا. ماشي سهل، وثيقة من أغرب الوثائق، كتاب ماشي عادي. من هنا كان أرفع الذكر على الإطلاق، أرفع ذكر تذكر به الله عز وجل بالمعنى اللي تكلمنا عليه، جديد العهد مع الله عز وجل، جديد اليقين في أنك مخلوق لخالق ومربوب لرب عظيم القرآن الكريم. لأنك حينما تتصل بالله عبر القرآن الكريم تكون صلتك به سبحانه صلة بلا وسيط. ومن هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن أحدكم، في الحديث الصحيح، وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه، لأنه يصلي بالقرآن الكريم يناجي ربه مناجاة. وبينا مرة أخرى المناجاة على أنه خطاب هامس محب قريب، ثلاثة ديال الأمور فيه، فيه همس ما فيش الغوات، لأنه من اللي تخاطب صاحبك بصوت عالي كتسمى منادات، تناديه ماشي تناجي. ومن اللي يكون بعيد ما كتكونش مناجاة، من شروط المناجاة يكون قريب. ولا تسمى المناجاة مناجاة إلا إذا كانت في محبة، أما إذا كنت تدبز وخب الصوت الخافت رها مخاصمة ماشي مناجاة. فهي صوت هانس ومحبة وقرب، وكل هذه مؤشرات تدل على أن العبد إذا قرأ القرآن الكريم كأنه يخاطب ربه وكأن ربه يخاطبه. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الذكر العظيم فعلا، إنا نحن نزلنا الذكر، الذكر العظيم والقرآن الكريم راه واحد الكتاب غريب، مع الأسف الناس ما عطينوش قيمته لأنه ما فاهمينش الطبيعة دياله. خلينا ما فاهمينش المعاني، لا، طبيعة هذا القرآن ما فاهمينهاش. كيجينا القرآن تكلم به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نزل عليه سيدنا جبريل جابه من عند الله، كنطولوا السلسلة، صحيح هذه السلسلة اللي جابها القرآن الكريم، ولكن نفسيا ما نتعاملوا مع القرآن بهذا الشكل، كنبداو بحال رحنا في الأخر ديال الناس اللي وصلهم القرآن. لا أبدا، القرآن إذا قرأته فأنت تتصل بالله بلا واسطة، لأنك تقرأ كلامه المباشر، هذا كلام الله عز وجل حرف 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 حرف، فأنت تتلوه وتعيد قراءته وتتكلم بكلام تكلم الله به من قبل. فرى واحد الشرف عظيم تعطى الإنسان، شرف غريب ماشي عبث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى القارئ القرآن بكل حرف حسن، ما كاينش نهائيا شي علم من علوم الإسلام ولا نص من نصوص الإسلام من الأحاديث الصحيحة والمتواترة ولا أي شيء من الأذكار كيعطيك ربي عليه الحسنات بالحرف إلا القرآن الكريم. تؤجر على العلم بقدر ما تتعلم وتعمل، وتؤجر على ما سوى ذلك بهذا المنهاج على العموم إلا القرآن، فتؤجر على تلاوته قبل فهمه، ماشي قبل العمل به، حتى قبل الفهم كاع مازال ما فهمت والو، الأجر كي يترتب لك الصحيفة ديالك. ولنفرض أن عجميا واحد فرنساوي ولا إنجليزي ما يعرف حتى كلمة في العربية وأسلم، العلماء بالإجماع يقولوا واجب عليه يحفظ ولو سورة الفاتحة، يحفظها بالعربية طبعا ماشي بالترجمة، لأن الترجمة ما بقات شيء قرآن هذيك الساعة، هذيك بعض معاني القرآن ماشي القرآن، لأن القرآن هو اللي تكلم به الله عز وجل كما هو الآن، وهو بلسان عربي مبين. فلما يحفظ اللي تيسر له من القرآن الفاتحة وغيرها وبدأ يقرأ وما كيفهم والو في العربية، له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشرين أمثالها، هذا ما فهم حتى كلمة، المعنى ما عندوش. وحتى الإنسان الذي يفهم لغة القرآن راه من اللي كيتقال في الحديث بأن لك بكل حرف حسنة راه ما مقصود شيء المعنى، لأن الحرف ببساطة لا معنى له، الحرف ما عنده معنى، الحرف وحدة صوتية لا معنى له، هذا تعريف الحرف. يعني تقول مثلا ألف أ
ش عنده من معنى؟ ما عنده الباء ما عنده حتى معنى. لا يكون للحرف معنى إلا إذا انتظم في كلمة وتقول الحمد عند بجة المعنى. أما أ بوحدها، ال بوحدها، الحاء بوحدها، الميم بوحدها، الدال بوحدها، هذا الشيء ما عنده معنى. إذا قطعت الحروف ما عنده معنى، وربي يعطيك الأجر على الحروف قبل الألفاظ وقبل المعاني وقبل العمل، لأنه ببساطة كلام مبارك فيه بركة. إيش من بركة؟ البركة الربانية. هذا كلام تكلم به الله، راه معجزة عجيبة. ومن هنا كان له الأثر الغريب الذي لا يفهم العقل منه شيئا. عاد تكلمنا أمس على الصحابي اللي عالج اللذيذ بسورة الفاتحة، واحد عضته الحية شدوا قرأ عليه سورة الفاتحة برات العضد الحية، ما يمكنش تحللها ولا تفسرها علميا، ما تفهم فيها ولا. فهذا قرئ عليه كلام الله، كلام الله قاض على خلقه، والحية خلق الله، فقض عليها القرآن لأنه كلام الله عز وجل. كيف؟ ما يمكنش تعرف كيف، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة كما قال مالك رحمه الله. إذن أرفع الذكر القرآن الكريم، علينا معشر المسلمين أن نعود مرة أخرى إلى القرآن وجديد العهد به والصلة به، ولكن كما أنزل ولما أنزل. نعود نرجع للقرآن بالشكل اللي نزل به والأغراض اللي نزل من أجلها. وحينما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام أو سنة من يجدد لها دينها، فأول التجديد تجديد العهد بالقرآن الكريم. لأن شوف التعبير النبوي، إن الله يبعث لهذه الأمة، هذا كلام سيد النبي صلى الله عليه وسلم. يبعث راه كلمة عجيبة هذه، يبعث علاش؟ لأن الله بعث الرسل، هذه البعثة، بعث الرسل. فمن يبعث للتجديد جديد الدين يقوم بوظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام. وشنو هي وظيفة الرسول؟ فذكر إنما أنت مذكر. وبما كان يذكر؟ بالذكر. وأول الذكر إنا نحن نزلنا الذكر. فتجديد الدين أول شيء خصو يجي للبال تجديد القرآن في قلوب الناس. ما يبقاش لما يتقال القرآن تجي داك الانطباع الشعبي السيء لتعامل الناس الرديء مع القرآن الكريم، خصو يجي للبال ذلك الكتاب الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام وفتح به الكون، الآفاق فتحها بنور كتاب الله عز وجل، وصار نورا في الدنيا وهو كذلك في الآخرة إن شاء الله. إذن المؤمن الكيس الفطن هو من جعل الذكر ذكره هو القرآن الكريم. ومن هنا كانت خاتمة سورة قاف فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فذكر بالقرآن هو ذكر، هو برسول ذكر، من قرأه ذكر وتذكير. من أراد أن يذكر يذكر العهد، يذكر الله عز وجل ويحضر المعاني ديال التوحيد في الوجدان ديالو عليه بالقرآن. ومن أراد أن يذكر غيره عليه بالقرآن. والكلام في هذا لا ينتهي، ونلخص بذكر الأشياء الأخرى. من الذكر أيضا الذكر بالتدبر والتفكر. التدبر كما بيناه مرارا تدبر القرآن، يعني تشد آية واحدة أو آيتين أو ثلاث، شيء يسير من القرآن. لا يقع تدبر القرآن جملة واحدة، يقع بمعنى من المعاني، ولكن بالتفصيل يقع آية آية، أمرا ونهيا، خبرا خبرا. شد بعض القرآن وتعيش معه في نفسك وفي بيئتك وفي مجتمعك. رب آية اشتغلت بها شهرا أو سنة أو عمرك كله، وتكون لك نبراس ضوء مصباح تعيش به حياتك كامل. آية واحدة إلى فتح عليك الله فيها وبها تعيش بها النور في الدنيا وفي الآخرة. تدبر القرآن ليتدبروا آياته. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فمفتاح القلوب هو القرآن الكريم حينما نتدبر، تدبر والتفكر. وأما التفكر فيتعلق بالكون، بالحياة، بالموت، بالنوازل من كل فن وشكل. إنسان يكون عنده قلب حي كيحس، ماشي جمد بحال الخشبة أو الحديدة المصدية، حي يشعر بالأشياء حينما تقع ولما تقع وكما تقع، ويتساءل كيف تقع. الله عز وجل حينما حدثنا عن نعم الكون وأشكال السماوات ذكرنا بالذكرى،
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى. مفعول لأجله، يعني كأنه خلق كل هذا تبصرة لك وذكرى لك، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب من الإنابة التي تحدثنا عنها. فالذكرى والإنابة كلمتان متقاطعتان، وحدك تكب في الأخرى وتصب فيها، لأنه لا يتذكر إلا من ينيب، وإنما ينيب من يتذكر أيضا. فمن مسالك التذكر أن الإنسان يحس بالحياة ما يكونش بحال الجماد، وربما الجماد أعقل منه وأوعى منه للحوادث. يحس بنادم بالحياة الاجتماعية والطبيعية ويعيش الكون لحظة لحظة من عمره، ما يبقاش غافل. أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، بل شواهد الله على خلقه وحججه سبحانه عليهم قاطعة الظاهرة، من كتاب الله كما ذكرنا ومن كون الله وخلق الله. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا مسلك عظيم من مسالك التذكر اللي كيذكرنا بالعهد الأول، لأن هذه الكائنات تشهد لله، هذه الكائنات تشهد لله وتذكرك بشهادتك أنت أيضا لله، شهادتك الأولى الفطرية وشهادتك الثانية المكتسبة اللي اكتسبتها بكونك طلعت ولد المسلمين أو أسلمت لله رب العالمين من بعد كفر وضلال. الكائنات تذكرك بالشهادتين، الشهادة الفطرية ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، والشهادة المكتسبة أو المذكرة، لأن الدين كل الدين إنما جاء ليذكرنا بالأصل الأول، ألست بربكم قالوا بلى، نتذكره مرة أخرى. والرسل وظائفهم جميعا أنهم يذكرون البشرية، الكتب كلها تذكر البشرية، المجددون في الدين يذكرون الناس بالله وبدين الله. والمؤمن من يتذكر، المؤمن من يتذكر، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، مؤمن يتذكر لأن عنده قابلية التذكر، ودنيه ما تصمكوش بالآثام والخطايا والذنوب حتى أشربها فغلفت قلبه وعياذ بالله، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لأنه من أثقلت عليه الذنوب يصعب عليه أن يتذكر. حال هذاك اللي ناس شي نعسة غارقة تناديه الضرب طبل فوق رأسه ما يفيق، هكذا يقع الإنسان حينما يغفل ويشرد بعيدا بعيدا عن الله، يحتاج إلى نداء أرامة غوت باش يسمع، لمن كان له قلب أولقى السمع وهو شهيد، شهيد حاضر شهادة القلب على ما كان منه من أمر الله عليه. المسلك الثالث للتذكر من بعد المسلكين القرآن والكون، المسلك الثالث أيام الله، وذكرهم بأيام الله، الأيام ديال ربي. شنو هي الأيام ديال ربي؟ مفسرون يتحدثون في هذه الآية، بعضهم قال إنها المصائب التي نزلت بالناس بناء على قول العرب أيام العرب، يعني اللي يقرأ تاريخ الأدب العربي فيه شي حاجة كتسمى أيام العرب، كان بعض النسابين، بعض النسابين، النساب هو اللي يعرف الأنساب ديال العرب، كيما باقيين في هذا الزمان يعرف القبائل ويعرف هاد ولاد فلان وتناسلوا على فلان، كان عند العرب هاد النسابون وكانوا مشهورين بعلم الأنساب، فكان من علمهم العلم بأيام العرب، يعني الأيام اللي دازت فيها معارك كبيرة ولو كيأرخوا بها كعامل فيل، هذا يوم من أيام العرب، وحرب البسوس يوم من أيام العرب، والغبراء يوم من أيام العرب، أيام كبيرة. ويوم بعاث كما كان بين الأوس والخزرج، ويوم القليب اللي هو معركة بدر، يوم القليب إن الذين سووا ببدر منكم يوم القليب هم وقود النار، كما قال شاعر الأنصار قديما يهجو قريشا، إن الذين سووا ببدر منكم يوم القليب هم وقود النار. هذه أيام العرب. فما أيام الله؟ قالوا بناء على لغة العرب، لأن الله أنزل القرآن بلغتهم وإنما يفهم بلغتهم،
أيام الله ما وقع لعاد يوم من أيام الله، ما وقع لثمود يوم من أيام الله، وأي يوم، نسأل الله العافية، ما وقع لفرعون وجنوده يوم من أيام الله، وأيام الله تترى. شو معنى هذا الكلام؟ ماشي زعما دازت ما باقي ما تجي، لا باقية وما زال تبقى. ولكن خصنا نتذكروا بهذا المشكل، لما نسمعوا الأخبار جاء إعصار ضرب جنوب أمريكا، قولوا الطقس واضطراب الطبيعة، يوم من أيام الله ربي نزل الغضب ديالو على منطقة من مناطق المغرب قرب مراكش قبل سنوات، يوم من أيام الله ارتكبت الفواحش وزلزلت الأرض بغضب الله فأنزل الله عليهم غضبا. المؤمن الموقن لا يقرأ هذه الأمور إلا هكذا، وذكرهم بأيام الله، يوم من أيام الله، كل المصائب التي تقع للمسلمين ولغيرهم إنما هي من أيام الله. وبعضهم وسع المفهوم وقال من أيام الله أيضا أيام النعم كفتح مكة، يوم من أيام الله فيه الفرح والسعادة للمسلمين إلى يوم القيامة، ومعركة بدر يوم من أيام الله بالنسبة للمسلمين أيضا لأنه انتصار، وهكذا كل يوم وقع فيه حادث كبير من حوادث الخير، لأن الله عز وجل يبتلينا بالخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، كل ذلك ابتلاء، كلها أيام من أيام الله. فالمؤمن إذن يقرأ الحياة هكذا ذكرى تذكره بالأصل بالشهادة الأولى، وذكرهم بأيام الله. المسلك الرابع والأخير فيما نحن فيه ذكر الله بألفاظ الذكر المتداولة عند كثير من الناس، بالألفاظ القرآنية وبالأسماء المأثورة وبما لم يعارض كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني من أفضل الأذكار فعلا أن الإنسان يتمثل ويقترض من ألفاظ القرآن الكريم ويذكر الله بها، ومن أرفع ذلك ذكر الله بأسمائه الحسنى، ذكر الله بأسمائه الحسنى. وحكى ابن القيم رحمه الله عن شيخه ابن تيمية، وكان الرجل ذاكرا من الذاكرين، قال من أكثر الألفاظ من أسماء الله الحسنى تأثيرا في حياة القلب يا حي يا قيوم. وابن تيمية ما جابهاش من الرسول، إنما هو معنى حديث، فهو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. وأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنه في أوائل سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ولذلك أيضا كان في آية الكرسي قبل ذلك من البقرة وفي غيرها من الآيات والصور، وادعو واذكر بما شئت بعد ذلك من أسماء الله الحسنى. فكل أسماء الله الحسنى نور، نور على نور، فحينما تذكر الله بأسمائه فإنك تذكره سبحانه وتعالى بما أقره على نفسه عز وجل من أسمائه وصفاته، فإنك توحده حق توحيده بتوحيده في أسمائه وبتوحيده في ربوبيته. وهذا من أعظم الذكر، أن تتصل بالله من خلال أسمائه الحسنى سائلا متعبدا خاضعا خاشعا، وفيها أسرار عجيبة جدا أسماء الله الحسنى، بها تنفتح المغاليق إذا ضاقت بك السبل وغلبتك الديون، فاذكر اسم الله الرزاق. إذا قهرك الناس وظلمك الناس فاذكر اسم الله القهار والجبار، وما كان في ذلك من المعاني. كل ما يحدث لك من المظالم من الحاجات تعلق باسم من أسماء الله الحسنى مما يليق بحالك ومقامك، تجد بإذن الله الجواب حالا، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال المفسرون حتى الكفار، الكافر إذا طلب الله في حالة الضرورة يعطيه ويكون عطاؤه حجة عليه، فما بالك بالمؤمن، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومن الاستجابة لله أن نتعلق به سبحانه بأسمائه، ذكر بالألفاظ أحسن ما يكون ذكر الله بأسماء الله الحسنى، ثم بالكلمات المأثورة من كلام النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم خلنا واحد العدد هائل من الأذكار الصحيحة موجودة في كتيبات صغيرة تباع بأسمنة بسيطة، اذكر الله بها، أذكار ليوم الليلة
مما ألفه النووي في كتاب الأذكار ومما ورد في كثير من المصنفات. شيء جميل أن الإنسان يدخل بيته بسم الله ويخرج بسم الله ويأكل بسم الله وينام بسم الله ويستيقظ بسم الله ويتحرك بسم الله. هذا لا يكون إلا مع الله، واللي كان مع الله عمره ما يخيب، لأن الله معه سبحانه وتعالى، هو معه بعلمه وبقدرته وبتأييده وتسديده وبحفظه سبحانه وتعالى. تفاصيل وردت في هذا كثير، يعني هذا غير مثال واحد نجيبه لأن الكلام طويل في هذا الشيء والوقت لا يسمح. الراجل المؤمن إذا خرج من باب الدار ديالو الصباح وذكر الله بدعاء الخروج، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، كلمات بسيطة، أو اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل، الحديث الله أكبر. نعود إذن إلى ما نحن فيه في خاتمة الكلام من أن المؤمن مطالب أن يذكر الله عز وجل أيضا بمسلك الألفاظ التي هي الأذكار المأثورة، وأيضا مما جاز له أن يجتهد فيه، يعني ماشي أنه الإنسان إذا ذكر الله عز وجل بغير كتاب الله وبغير ما صح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فأنه قد آثم، لا أبدا، بل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر بعض الصحابة على كلام قالوه بذكر الله، لكن بشرط، شرط أن لا يكون فيه شرك وأن لا تكون فيه بدعة مما يخالف، لأن أمور ديال البدع كتكون مصادمة مع حقيقة قرآنية ومع حقيقة سنية. فإن لم يكن هذا وذاك فاذكر الله بما شئت وكما شئت مما تيسر لك، لأن قصر الذكر على ما نص عليه القرآن وما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه تحجير على كثير من العوام وممن لا يستطيع أن يحفظ ولا شيء. كاين الناس ما كيعرفوا غير الشلحه مثلا، ما يمكنش، ما عندهمش قدره انهم يذكروا الله عز وجل بالفاظ فصيحه، فيطلبوا الله بالحديث ديال النبي، ما هو حول هان ودندي، وهذا شاهد قوي فيما نحن فيه، الحديث ديال الرجل الذي جاء ينصت الى النبي عليه الصلاه والسلام في سجوده ما يقول، فلم يفهم شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم ساجد ويدعو ويطلب الله بصوت لا هو ب الصامت ولا هو بالجاهر، وسط، فكأنها دندنة. هذاك الصحابي ما فهم منه والو، رجع عند معاذ يتصنت عليه ما فهم والو، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يسوله، قال يا رسول الله ما تقول في سجودك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام وما تقول أنت؟ قال أسأل الله الجنة وأتعوذ به من النار، أما وإني لا أدري دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني هذاك دندن ديالك راه ما فهمت منه والو ولا ديال معاذ. قال له النبي صلى الله عليه وسلم حول هان دندن، حول هان دندن، يستنبط من الفقه هنا حكم شرعي مهم، وذلك أنه يجوز للإنسان أن يدعو الله بألفاظ لم ترد لا في كتاب الله ولا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا مما يتحدث عنه علماء أصول الفقه أنه ورد السبب وانتفى المانع ولم يحضر التعليل، يعني جاء سبب باش يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل كذا وكذا، وما كان حتى شي مانع اللي كيمنع النبي صلى الله عليه وسلم باش يتكلم، ومع ذلك ما علمه شيئا في هذه الحال، ما قالوش قل كذا وكذا، علاش؟ يعني انه يجيز له ان يعبد الله بألفاظ في الدعاء والذكر مما لم يرد به نص من كتاب ولا سنة، ولكن ورد في أحاديث أخرى أن النبي علم الصحابة ما يقولوا، فهذا يستفاد منه حكم آخر رقم 2، وهو أنه من استطاع أن يعبد الله ويسأله ويذكره بالألفاظ القرآنية فهو أفضل، وبالألفاظ السنية فهو أفضل، فإن لم يستطع جاز له أن يدندن كما فعل الآخرون في الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين محمد النبي الأمين وآله وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.